توفيت زوجة ملك رومانيا السابق الملكة السابقة آن عن عمر يناهز 92 عاما. الملكة الرومانية السابقة زوجة الملك السابق ميكائيل توفيت هذا الاثنين في مستشفى مورج بسويسرا. وقد قضت الملكة السابقة مدة 68 عاما إلى جانب زوجها الملك السابق ميكائيل. وكان ملك رومانيا السابق قد أجبر على التنازل عن العرش في عام 1947 عندما وصل الشيوعيون إلى السلطة. وقد عاش في المنفى في المملكة المتحدة ثم في سويسرا منذ عام 2004.